كل أولادك فلسطين، كل أولادك فلسطين، على الوحدة متفقين، على الوحدة متفقين، وحدة وحدة وطنية، وحدة وحدة وطنية، كل القوة الثورية، كل القوة الثورية، من الأسر طلع القرار، من الأسر طلع القرار، وحدة لكل الثوار، وحدة لكل الثوار، من الأسر حتى دحر الصهيونية، المسيرة وحدوية، المسيرة وحدوية، حتى دحر الصهيونية، حتى دحر الصهيونية، وما في صعب، ما في صعب، ما في صعب، ما في صعب، ما في صعب، واحنا معانا كل الشعب، واحنا معانا كل الشعب، وام الشاهد تسأل وين، وام الشاهد تسأل وين، أولادك يا فلسطين، أولادك يا فلسطين، ويا محتل وينك وينك، يا محتل وينك وينك، وحدتنا راح تكلع عينك، وحدتنا راح تكلع عينك. الشعب يريد انهاء الانقسام، الشعب يريد انهاء الانقسام.
احكي سام تلقي همه بالنصيحة التاجينين شعب واحد ما بيلين شعب واحد ما بيلين من غزة حتى سلوان من غزة حتى سلوان شعب واحد ما بنهان شعب واحد ما بنهان من غزة حتى سلوان شعب واحد من الشعبين يا شباب رسالتنا اللي بنوجهها يعني نتمنى انه ينتهي الانقسام ودعوتنا انه يسقط هذا الانقسام وتعود الوحده للشعب الفلسطيني بكل اطيافه وقواه وانه ينتهي الفساد ويسقط الفساد. الرساله بنوجهها لكل القيادات الفلسطينيه بغض النظر عن اطرافهم واحزابهم، الاتحاد، الشعب بده وحده والقياده لازم تتوحد لانه الاحتلال والمستوطنين عمالهم بيهاجموا شعبنا الفلسطيني الاعزل غير قادر على عمل أي شيء سوى الوحدة الوطنية. بيد واحدة من حارب الجميع. هاي رسالة لجميع المهتمين لجميع فئات الشعب من أجل إنهاء الانقسام. الانقسام واجب وطني ومطلب للجميع، يجب علينا إنهاء الانقسام. احنا بنبعث رسالة من هون من ميدان جمال عبد الناصر لكل أبناء محافظتنا بالمشاركة الفاعلة في فعالية إنهاء الانقسام لتوحيد الوطن وإنهاء الانقسام وإخراج شعبنا من هذه الدائرة التي جلبت لنا الكثير من المشاكل والويلات. احنا شباب من جامعة فلسطين التقنية خضوري خرجنا بنحمل العلم الفلسطيني لنعبر عن كافة الفصائل. علمنا الفلسطيني بيحمل لون أحمر تعبير عن قوى اليسار وعن جميع قوى، واللون الأسود تعبير عن الجهاد الإسلامي، والأبيض لحركة فتح، واللون الأخضر تعبير لحماس. إذا أهملنا لون علمنا الفلسطيني بيختل، وإحنا احنا طلعنا حاملين هالعلم لنعبر انه فلسطين اذا بدها تتحرر لازم تبقى حامله بالعلم هذا بجميع قوى والفصائل الفلسطينيه. نحمل رساله للقاده والمسؤولين بكفي، احنا تعبنا بدنا وحدتنا وبدنا نوجه بناديكنا نحو الاحتلال. بكفي بكفي بكفي. هون رسالتنا انه بدنا ندعي للوحده، للوحده الوطنيه والابتعاد عن الانقسام. كلنا هون اخوه فلسطينيه مع بعض من دون اي تحيزات من دون اي احزاب ولا حركات، كنا داخلين باسم فلسطين تحت اسم فلسطين. اتمنى انه كل شعب يتوحد مره واحده ونكون ايد واحده طبعا، وبس انه علمنا فلسطين مش شيء ثاني، وبتمنى كل الناس تتوحد. الرسالة طبعا احنا بهذا اليوم العظيم يعني نتمنى لجميع الشعب الفلسطيني انهاء الانقسام نهائيا وانضمام الى شعب واحد، ارض واحدة، سماء واحدة، وجميعنا نكون متكاتفين وايدي واحدة، ونتمنى تحرير الوطن ووقف الايد الواحدة دائما هي اللي بتوصل للنهاية. كانت هذه الدعوة من قبل الشباب في معظم ارجاء الوطن الفلسطيني، فشباب محافظة طول كرم استجابت لهذه الدعوة وخرجت بكافة أطيافها الشبابية وألوانها من أجل الدعوة لإنهاء الانقسام، الدعوة لوحدة الوطن والشعب ورفع العلم الفلسطيني من أجل وحدة الوطن ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي. عبد الكريم عودة، تلفزيون الفجر الجديد، طول كرم اليوم.